السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار الأخيرة من قناة السعودية. البداية بالعناوين. المملكة تحتفي بالذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم. منفذ جديدة عرعر بإذن الله تعالى سوف يكون له مردود اقتصادي جيد للمنطقة الحدود الشمالية من خلال هذا المنفذ. بعد إغلاق دام ثلاثة عقود افتتاح معبر جديدة عرعر الحدودي بين المملكة والعراق. صدور قرار وزاري يرفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في نطاقات. صدر عن الديوان الملكي البيان التالي: بيان من الديوان الملكي تأسيا بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء، فقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة اليوم الخميس، فعلى الجميع أن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم، لعل الله أن يفرج عنا وييسر لنا ما نرجو. وينبغي على كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة عملا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإظهارا للافتقار إلى الله جل وعلا مع الإلحاح في الدعاء، فإن الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه. نسأل الله جلت قدرته أن يرحم البلاد والعباد، وأن يستجيب دعاء عباده، وأن يجعل ما ينزله رحمة لهم ومتاعا إلى حين، إنه سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تحتفل المملكة اليوم بالذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم ملكا للمملكة العربية السعودية. ورغم الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا على العالم أجمع، تواصل قيادة مملكة الخير والإنسانية تسطير الإنجازات على مختلف الصعد للوطن والمواطن، حيث أثبتت المملكة قدرتها على إدارة الأزمة على الصعيد المحلي والحد من تأثيرها من خلال الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات المعنية، مما جعلها مثالا يحتذى في هذا المجال. وتتزامن الذكرى الغالية هذه السنة مع ترأس المملكة لقمة مجموعة العشرين في عام يعتبر الأصعب عالميا جراء تداعيات كورونا، حيث تتواصل حركة النهضة الاقتصادية من خلال اعتماد برامج تنموية لمواصلة البناء والتطور في شتى المجالات. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس البروفيسور ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا بمناسبة فوزه بولاية رئاسية ثالثة. وقال الملك المفدى: يسرنا تهنئة فخامتكم بمناسبة فوزكم بولاية رئاسية ثالثة لجمهورية غينيا، مؤكدين لفخامتكم حرصنا على كل ما من شأنه دعم وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين بما يحقق النماء والازدهار لبلدينا وشعبينا الشقيقين. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس البروفيسور ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثالثة.
رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية وبحضور وزير الداخلية بجمهورية العراق عثمان الغانمي يوم أمس حفل تدشين منفذ جديدة عرعر، وذلك عقب الاتفاق على افتتاحه وفقا لنتائج أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي في دورته الرابعة التي اعتمدها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ودولة رئيس الوزراء في جمهورية العراق مصطفى الكاظمي. من جانبه أكد وزير الداخلية العراقي أن افتتاح المنفذ من الجانبين سيسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين نحو آفاق جديدة من التعاون في المجالات التجارية والتنموية، وصولا إلى تحقيق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين. وأكد أن افتتاح المنفذ يأتي لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والارتقاء بها نحو عهد جديد بما يعود بالنفع على المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين. وتطلع سموه إلى أن يكون المنفذ رافدا للتعاون التجاري بين البلدين، مشيدا بجهود مجلس التنسيق السعودي العراقي في فتح آفاق كبيرة للتعاون بين البلدين. إن شاء الله تعالى تكون هذه في المصلحة العامة للعلاقات بين الدولتين الشقيقتين، المملكة العربية السعودية والجمهورية العراقية الشقيقة. ومنفذ جديدة عرعر بإذن الله تعالى سوف يكون له مردود اقتصادي جيد للمنطقة الحدود الشمالية من خلال هذا المنفذ، ومن خلال أيضا العلاقات بين الدولتين الشقيقتين بإذن الله تعالى، ومن خلال المجلس المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق الشقيقة بإذن الله تعالى. شكرا لكم جميعا. قال وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال مؤتمر لمجموعة عمل العشرين إلى منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك ومنتجين من خارجها أوبك بلس استطاعت تحقيق الاستقرار لسوق النفط. وأضاف أن الاستمرار في تحقيق مزيد من استقرار أسعار النفط مرهون بالإرادة والقدرة. وعن مستقبل سوق النفط أوضح أن المملكة تمتلك مخزونا كبيرا من النفط وتريد استغلاله بالشكل الأمثل. وحول المشاكل البيئية التي تسببها الطاقة قال سموه إن القضايا البيئية جزء من الهواجس، ولذلك وضعنا برنامجا للاستدامة البيئية. ناقشت مجموعة العشرين أجندة تعزيز استخدام التقنية في مشاريع البنية التحتية، والذي يقدم مجموعة من السياسات لصناع القرار لتسريع عملية الاعتماد. مجموعة عمل البنية التحتية في مجموعة العشرين ناقشت أجندة تعزيز استخدام التقنية في مشاريع البنية التحتية الذي يقدم مجموعة من السياسات لصناع القرار في الدول لتسريع عملية الاعتماد على التقنية وإزالة العوائق. رئاسة المملكة لمجموعة العشرين دعمت حوار السياسات بين مجموعة عمل البنية التحتية والمؤسسات الاستثمارية، حيث بلغ عدد المشاركين في مبادرة التعاون أكثر من 100 مستثمر، وتجاوزت قيمة الأصول الاستثمارية للمستثمرين الذين شاركوا في هذا التقرير أكثر من 20 تريليون دولار من مختلف الدول. كما قدم المشاركون مداخلات للتقرير وآراء تعكس جهود التعاون الموسعة والاهتمام البالغ من المستثمرين. تواصل مجموعة عمل البنية التحتية العمل على تطوير أجندة برنامج مجموعة العشرين لأجل بنية تحتية تتسم بقدرتها على التصدي للمخاطر وتمكنها من الاستعداد المسبق للأزمات.
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي قرارا وزاريا يقضي برفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في نطاقات من 3000 ريال إلى 4000 ريال. وبحسب ما جاء في القرار فإنه يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن 4000 ريال، كما يحسب للعامل السعودي الذي يكون أجره الشهري بين 3000 ريال و4000 ريال بواقع نصف فقط في نسبة التوطين، ولا يحسب للعامل كذلك الذي يقل أجره الشهري عن 3000 ريال في نسبة التوطين. كما يتم احتساب العاملين بدوام جزئي في نسبة التوطين بنصف عامل لصالح الكيان الذي يعمل لديه شريطة تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وبحد أدنى للأجر الشهري قدره 3000 ريال، وألا يحسب في نسبة التوطين لدى أكثر من كيانين. ويتم احتساب العاملين بنظام العمل المرن في نسبة التوطين بثلث عامل سعودي لصالح الكيان الذي يعمل لديه بشرط إكمال ما مجموعه 168 ساعة عمل وتسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية. ويشمل القرار الطلاب السعوديين الذين يعملون بصفة منتظمة بدوام جزئي، والعاملين بدوام جزئي بشكل مستديم، والعاملين بنظام العمل المرن. صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية من المملكة. قام الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بإجراء عدد من عمليات جراحة قسطرة القلب للأطفال في مدينة المكلا، وذلك في إطار برنامج نبض السعودية التطوعي لأمراض وجراحات القلب بمحافظة حضرموت. وفي جانب آخر، دشن المركز حملة طبية تطوعية جديدة لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في محافظة عدن. أنجزت الحملة الثانية لقسطرة القلب للأطفال نحو 50 عملية جراحية ضمن برنامج نبض السعودية التطوعية لأمراض وجراحات القلب الذي يقيمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مدينة المكلا. تستهدف الحملة خلال أسبوع كامل إجراء 100 عملية جراحية في القساطر للأطفال اليمنيين على يد أطباء سعوديين تابعين لفرق مركز الملك سلمان الذين يقدمون العلاج مجانا للمرضى من مختلف المحافظات اليمنية. صراحة مركز متميز، في موظفين أكفاء عندهم قدرة عالية وتخصص عالي، لهم القدرة على التعامل مع الحالات الخطيرة، عندهم احترافية كبيرة، وقبل هذا كله أهم شيء أنهم يشعرون أنه كأننا بيتنا ولا نشعر بأي غربة بينهم. يتزامن ذلك مع تدشين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مخيما طبيا لعلاج مرضى العيون في عدة محافظات يمنية، حيث سيقوم المشروع بإجراء أكثر من 2000 عملية لإزالة المياه البيضاء والزرقاء وعلاج التشوهات البصرية. لدينا اتفاقية مع مركز الملك سلمان في عمليات مجانية تقريبا 13 مشروع مقسمة، كل مشروع 400 عملية مجانية لمرضى العيون. عندنا نحن في مستشفى مكة لطب العيون عدن 11-7 مشاريع، كل مشروع 400 حالة، يعني نعمل لها المياه البيضاء بكامل الإجراءات التي تستلزم تلك العملية، من دخول المريض إلى آخر ما بعد العملية من حيث العلاجات والنظارة وما يقدمونه من خدمات متميزة في طب العيون.
تولي المملكة العربية السعودية في الملف الإنساني في اليمن جل اهتمامها للقطاع الصحي الذي ظل يعاني من نقص في الإمداد الدوائي، وكذا انهيار قدرة القطاع على استقبال أعداد كبيرة من جراء الحرب والكوارث. مروان نبيل لتلفزيون المملكة العربية السعودية، عدن. في آخر المستجدات حول فيروس كورونا في المملكة، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 290 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة إلى 354,208 حالات إصابة، من بينها 6,983 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، معظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 808 حالات حرجة. كما تم تسجيل 411 حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 341,515 حالة تعافي، فيما بلغ عدد الوفيات 5,710 حالات، بإضافة 18 حالة وفاة جديدة رحمهم الله. كشف الرئيس التنفيذي لفايزر ألبرت بوريل عن الاستراتيجيات التي ستتبناها الشركة للتغلب على العقبات التي تعترض طريق لقاحها لفيروس كورونا المستجد، والذي أثبت فعاليته بنسبة 95%. وقال إن فايزر بمقدورها شحن اللقاح إلى معظم المناطق بالولايات المتحدة الأمريكية بزمن لا يتعدى يوما واحدا، وأضاف: سيكون الطلب على لقاحنا كبيرا جدا، لكننا متأكدون من أن عمليات التطعيم ستكون سريعة للغاية بعد موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. وتابع أن الشركة تسعى إلى تطوير الصناديق حافظة للشحن توفر درجة الحرارة المطلوبة للمحافظة على فعالية اللقاح، كما أنها تحتوي على نظام لتحديد المواقع ومنبه يحذرنا في حال حدوث أي خلل في هذه الصناديق. في الختام هذه أبرز العناوين. المملكة تحتفي بالذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم. منفذ جديدة عرعر بإذن الله تعالى سوف يكون له مردود اقتصادي جيد للمنطقة الحدود الشمالية من خلال هذا المنفذ. بعد إغلاق دام ثلاثة عقود، افتتاح معبر جديدة عرعر الحدودي بين المملكة والعراق. صدور قرار وزاري يرفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في نطاقات. في ختام النشرة، شكرا على طيب المتابعة، وبإمكانكم متابعة أخبار قناة السعودية عبر حسابات التواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة. في أمان الله. We'll be right back.